هنروح لمراسلنا كريم احمد فندق الاقامه ونطمن منه على الاجواء ونحطكم في الصوره كالعاده. مساء الخير يا كريم، بنرحب بيك. مساء الخير عليك يا كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. يا رب ان شاء الله النهارده يكون يوم سعيد جدا على جماهير النادي الاهلي. الثلاثيه مش بعيده على اللاعبين اللي عندها اصرار ورغبه كبيره جدا وجديه وحماس، اللي ان شاء الله النهارده تكون فرحه كبيره زي ما شفنا فرحه دوري ابطال افريقيا اللي غابت عن فريق النادي الاهلي مده 7 سنوات. ان شاء الله النهارده باذن الله الكاس رقم 37 يكون في دولاب بطولات النادي الاهلي بالجزيره. كواليس عديده كالعاده وتغطيتنا الخاصه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي للفريق المتواجد هنا في الاسكندريه، دخوله في معسكر مغلق كالعاده قبل المباراه ب 48 ساعه. انهى النادي الاهلي استعداداته خلاص، كان في تدريب مهم جدا وقوي على احد الملاعب طبعا المتواجده في فندق الاقامه، ودي امور طيبه جدا يا كابتن ايمن. يعني الملاعب لما بتكون قريبه من فندق الاقامه بتساعد بشكل كبير التركيز، ما بقاش في اجهاد، ما بقاش في تحرك من فندق الاقامه ثم العوده تاني، فدي امور مهمه جدا. وانت كنت احد نجوم فريق النادي الاهلي وعارف اهميه الامور الخاصه بالاداره، الامور الاداريه بتكون متظبطه بشكل كبير جدا، بتبقى الرؤيه للمدير الفني، بيبقى الشغل كله فني فقط لا غير في المستطيل الاخضر. مجهود كبير جدا بذل خلال الايام الماضيه، ان شاء الله النهارده 90 دقيقه تكون من نار، 90 دقيقه يكون فيها حماس، شخصيه النادي الاهلي، روح الفنانه الحمراء، كل الامور دي الحقيقه بيتكلم عليها لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير، سواء في التجمعات سواء في بشكل فردي مع اللاعبين. ايضا كمان بيتسو موسيماني اللي بيستمر بشكل كبير جدا في المحاضرات، المحاضرات مطوله بشكل كبير يا كابتن ايمن، لكن كلها حماس كلها تحفيز للعيبه النادي الاهلي. الجزء الفني مهم، الشغل كبير جدا سواء من موسي زي ما اكدنا وقلنا او احمد سليمان طبعا المسؤولين عن تحليل الاداء، الرؤيه بتكون لبيتسو موسيماني، لكن الراجل بيشتغل بشكل رائع جدا على الثغرات، نقاط القوه والضعف. فريق طلائع الجيش فريق مميز جدا، عنده مدير فني شغال بشكل كبير جدا على كابتن طارق العشري، وكمان كانت مفاجاه ان احنا نشوف خروج نادي الزمالك من الدور قبل النهائي والوصول ايضا كمان للدور النهائي في كاس مصر، امر مهم جدا. احترام المنافس اكد عليه بشكل كبير جدا، تحديدا محمد الشناوي حارس مرمى فريق النادي الاهلي وكابتن الفريق. كمان ايضا كنا بنتمنى يكون بقى عدد من لعيبه النادي الاهلي زي وليد سليمان موجود، ديانج موجود، اجاي كمان، احمد ياسر، ريان، لكن الاهلي بمن حضر دي مش مقوله، ده شعار وده هدف. لعيبه النادي الاهلي عارفه اهميه هذه المباراه واهميه هذه البطوله، مرحله مضغوطه بشكل كبير لكن فيها بطولات عديده هتساعد لعيبه النادي الاهلي ومجلس الاداره بشكل رائع ومميز جدا. عندنا ثقه كبيره في كل اللاعبين، يا رب ان شاء الله كل الظروف النهارده تكون مهيئه للعيبه النادي الاهلي ويحصل النادي الاهلي على رقم البطوله 37 لتدخل دولاب بطولات النادي الاهلي. في هذه اللحظات يمكن انتهت خلاص المحاضره الفنية. لعيبه النادي الاهلي هتتوجه مباشره الى استاد برج العرب اللي هيستقبل هذه المباراه. باذن الله النهارده يكون يوم سعيد لعيبه النادي الاهلي، الحكم كمان محمد الحنفي يا رب ان شاء الله يكون موفق النهارده في اداره المباراه. الشغل خلاص انتهى، يبقى بقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وكالعاده ان شاء الله يا كابتن ايمن ثقتنا كبيره جدا في كل اللعيبه. 90 دقيقه تنتهي كلنا فرحه كبيره جدا مع لعيبه النادي الاهلي، وزي ما تابعنا دوري الابطال كانت فرحه اكثر من رائعه. اللعيبه كلمت بشكل كبير وقالت على اهميه البطوله. باذن الله النهارده تكتمل الثلاثيه، ولسه طمعين كمان عندنا بطوله ايضا كمان السوبر الافريقي والسوبر المصري، 5 بطولات ان شاء الله باذن الله تكون لعيبه النادي الاهلي على قدر المسؤوليه كالعاده، والخمس بطولات يكونوا في دولاب بطولات النادي الاهلي. دعواتها كابتن ايمن، دعوات ملايين الجماهير من جمهور النادي الاهلي، ان شاء الله نكون موفقين النهارده ومستمرين معاك لحظه بلحظه. ننقل لكل الكواليس تحرك فريق النادي الاهلي وصلنا التشكيل، كل الامور دي كالعاده هتكون فقط وحصريا على شاشه قناه النادي الاهلي. عوده لك يا كابتن ايمن من جديد، كل التوفيق للنادي الاهلي وشكرا للزميل العزيز كريم احمد.